السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى نلقاكم اليوم في احسن الاحوال، وبغيت نقدم معكم واحد الوصفه ديال باداز للمبتدئات. المقادير عندنا باداز على حساب المستطاع، كيلو ولا نص كيلو ولا اللي كاين. عندنا الفول، لحم الراس، جلبانه، مطيشه محكوكه، خيزو، القرعه حمراء، القرعه خضراء، ليشو او كروم، اللفته الصفراء، قبطه ديال القزبر محزومه، الدنجال، واللي بغى يضيف الخضر الاخرى بحال الفلفل المحفور حتى هو كيتواتى مع هذه الوصفه ديال باداز اللي كاين. والعطريه عندنا الفلفله، الابزار، سكينجبير، والخرقوم، كاس ديال الزيت البلديه، وعندنا قبصه ديال الملح، قبصه ديال الملح، والبصله مشلطه. بسم الله نبداو. غنديروا الزيت البلديه نص كاس، نزيدوا شويه البصله مشلطه، نزيدوا اللحم، بسم الله، نخلوه يتقلى شي شويه، تقلى شي شويه. درنا الزيت البلديه والبصله واللحم، بعد ما تشحروا شويه كنزيد مطيشه، كنزيد زلافه ديال مطيشه محكوكه، كنزيد العطريه، شويه ديال التحميره حمراء، الخرقوم عود، معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال سكينجبير، معلقه صغيره، وكنحرك وكنخليها تتشحر مزيان هاد القامه، خليها تتشحر مزيان. نساو شويه ديال الملح، ومن بعد ما تقلى نرجعوا معاكم ان شاء الله. بعد ما تقلات لينا البرمه، تقلات لينا مزيان، كنزيدو قبطه ديال القزبر، وكنراويو على حساب، كنراويو بالماء على حساب الباداز اللي عندنا. وكنخليها تتغلى، ونرمو الخضره، ورجعوا معاكم في طريقة ديال باديس. بعد ما رمينا الخضره في البرمه، كنخلو القرعه الخضراء والقرعه الحمراء حتى الاخير، وكل حتى تغلي كطيب ورموها. معكم الطريقه ديال الباداز كيفاش كيتحضر. بعد ما غربناه على هذا الشكل، كنوريكم الطريقه. كنجيبو الماء، كنخبو عليه شويه الماء، وكنبقاو ندلكو فيه هكا على الطريق، قد ما تدلك مزيان كيتفرك، خاص يكون يتفرك مزيان. ونزيدو الماء، شويه الماء، كيبغي يدلك مزيان، كيبغي يدليك باش يجي زوين، باش يجي معلك. قد ما دلك مزيان كده ما كيجي معلك. كنسقي شويه، ما تخافيش ما تسقيش، اما يتعجنش ليك بزاف تاني ما يديرش. هانتي بحال ملي كيتجمع، ها
كتحسي به يتجمع شويه بحال هاد الطريق هانت، ومن بعد كتبقاي الدرك كي مزيان، والسير ديال بعد داز كيبغى ملي كنفوروه السير ديالو ملي كتغبي تسكيه خاصك تسكيه سخون، ماشي بحال الطريقه ديال الكسكسو. الكسكسو كنبردوه، بعد داز لا، بعد داز كيما كان نقول سكوه عا كنجيو كنحلوه بحال هكا وكنسكوه. هانتي الطريقه ديالو غير هاد الطريقه، ودابا كنديرو ليه هاك باش تاكل الكواري ولا شي حاجه ما يبقاوش مكور. هاد الطريقه هاك ساهل، ونتمنى المبتدئات تاهما يجربوه. هاد الطريقه، واللي خافت من الباداز تكور ليها ولا شي حاجه تقدر تغربلوه ماشي مشكل. دابا نغربلو ليكم باش تشوفوا الطريقه، غربلو ليكم بسم الله. غربلي لخفتي منه غادي تكور ليك شي حاجه، كتغربليه بالغربال شويه كيكون غليظ. هاد الشكل وكرموه في الكسكاس، هاد بحال الكويرات كتحكيهم شويه هكا صافي. الطريقه من بعد كنجيبو الكسكاس وكرموه فيه، والسر تاني ديالو خاصو المره الاولى يطيب مزيان، يطيب على خاطرو يطيب يفور مزيان، ما تخليش يطلع في الفوره وتطفي عليه، لابد يفور مزيان. لما فرينا الطعام المره الاولى كنضيفو واحد معلقه ديال الطماطيشه، نسيت قبيله ما قلتهاش ليكم، معلقه الماء ديال الطماطيشه ديال الحب، وجوج ريوس ديال الفلفله. دابا غنوريكم الطريقه بعد ما فورناه الفوره الاولى. فورنا الفوره الاولى كنديروا شويه ديال الملح على الطريقه، شويه ديال الملح، وكنجيبوا شويه الماء كنحلو بشويه الماء لهذه الطريقة. كنبردوه مزيان حتى يبرد مزيان، كتحسي بيه شويه بدا كيتقال ليك في يدك، هكا تحسي بيه تهزيه وتحسي بيه بدا كيتقال، تعرفي بالله تحل. هذا الشكل خاصو يطيب المرة الثانية. دابا نرجعوه ملي يبرد مزيان كنرجعوه يفور المرة الثانية، يفور مزيان ونعاودو نسكوه ليكم. بعد ما فرينا الفوره الثانيه كنسكوه كنبردو بحال هكا، بدنا عليه نص كاس ديال الزيت البلديه اللي بقات لينا كنخلوها بحال هكا كنجيبوه بحال هكا وكنسكوه ومحدو باقي سخون، نرجعو معاكم بعد ما نسكوه. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال باداز بعد ما سكيناه، ونتمنى الى الاعجاب ديالكم ودعموني بجيم بارطاج ابوني.